شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الحمل بالأسبوع الثالث من شهر آب أغسطس 2022؟ يا عزيزي، أنت بتميل للإيجابية المطلقة وبتعرف يومين من النقاشات المفيدة والشراكة المثمرة بأول يومين من الأسبوع، يعني الاثنين 15 والثلاثة 16، بتسطر يمكن بداية جديدة ورحلة مفيدة بهالفترة، كأنك عم تقلب الصفحة أو كأنك رايح نحو مصير آخر ومختلف. بس الفلك بحذر من بعض التراجع بالمزاج بعد هاليومين، ومن احتكاكات مالية بين الخميس 18 والجمعة 19 تحديدا. إذا أول أسبوع في إيجابية، بعدين منميل إلى شوي من الاحتكاكات يلي ممكن أنه تتطور إلى مشاجرات وخلافات، يمكن تفرح كالأطفال أو تلهو بشيء جديد بين السبت 20 والتنين 22، يعني آخر الأسبوع، وبتوقع أنت بالغرام أو أنت بتغوي بعض الأشخاص يلي بيلاحقوك وبتمارس أو بتمارسي لعبة الإغراء بسعادة كلية وقصوى، لأنه ساتورن بيضطرك ابتداء من هلأ لبذل جهود مضاعفة كمان بالعمل، وفينوس بيطلب منك عدم التلهي ابتداء من آخر الأسبوع وبداية الأسبوع الأخير. شو هي وظيفة جوبيتر كمان بهالأسبوع الجاي؟ تسمعوا قريباً.